أسعد الله مساءكم إليكم هذه النشرة المفصلة من تلفزيون لبنان في بيروت. مساء الخير. يعود رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في الساعات القليلة المقبلة من واشنطن ويدشن ظهر غد المرحلة الجديدة من توسعة مطار رفيق الحريري الدولي، فيما يتوقع أن ينعقد مجلس الوزراء مبدئيا الخميس المقبل في قصر بيت الدين برئاسة رئيس الجمهورية في انطلاقة متجددة لعجلة العمل المؤسساتي والذي يعود عليها كثيرا خصوصا من الناحية الاقتصادية. وقد أكد رئيس الجمهورية اليوم أن الورقة الاقتصادية ستتحول خلال شهرين إلى خطط تنفيذية ويجدر العمل بها، كاشفا أن اللبنانيين سيشعرون بتحسن تدريجي على صعيد الاقتصاد، موضحا أن الولايات المتحدة لم تضغط علينا، وأشار إلى أن ما طلب منا في مؤتمر سادر سنطبقه تباعا، وبعض ما هو مطلوب قد لا نستطيع تطبيقه بسبب أوضاعنا المالية. وشدد عون على أن التعيينات ستناقش في وقتها وآلية إجرائها كانت لها ظروفها ولكنها ليست دستورا، مؤكدا على تمسكه بتطبيق الطائف. جملة تطورات في المنطقة استقطبت اهتمامات سياسية ودبلوماسية على حد سواء، وفيها دخول رتل من المدرعات التركية إلى شمال غرب سوريا وتعرضه لقصف قريب وسط معارك خان شيخون الضارية، فيما أكد بوتين خلال لقائه ماكرون أن روسيا تدعم الجيش السوري ضد الإرهابيين في إدلب. إعلان إيران أنها لن تتحاور مع واشنطن وأنها غير مهتمة بذلك. مغادرة ناقلة النفط الإيرانية ميناء جبل طارق باتجاه اليونان. مطالبة مجلس النواب الأردني الحكومة بسحب سفيرها من تل أبيب وطرد السفير الإسرائيلي في عمان ردا على اعتداءات المستوطنين على المسجد الأقصى. البداية من الشأن الداخلي ومواقف رئيس الجمهورية. سلسلة مواقف لرئيس الجمهورية العماد ميشيل عون في دردشة مع الإعلاميين تمحورت حول الشق الاقتصادي والورقة الاقتصادية التي تم الاتفاق عليها في قصر بعبدة، حيث أكد الرئيس عون أننا سنبدأ الأسبوع الجاري بوضع خطط تنفيذية، مشيرا إلى أن تنفيذ الورقة الاقتصادية بحاجة إلى تعاون بين كافة السلطات. من هون اجتمع دعيت لاجتماع سريع وأخذنا ترتيبات معينة حتى نطلع من هالأزمة، ورح نبدأ بهالأسبوع باللجنة الاستشارية اللي عملناها بوضع خطط تنفيذية، وإن شاء الله من هلا لشهر بقى يا لبنانية وثقوا بنفسكم، حالكم تعرفوني بالمراجع الدولية، بعتقد سمعتوني بالجامعة العربية أكثر من مرة، سمعتوني بالأمم المتحدة أكثر من مرة. ونفى رئيس الجمهورية أن تكون الدولة قد تعرضت لضغوط أمريكية. كان يجوا لعندي سياسيين ساعتها الكبار بدهم ياني أضغط على جبران باسيل في بعض الشؤون السياسية ازعجتهم، كنت أقول لهم منور في حكومة جبران باسيل، قلت له قلت لهم خي تقبلوا انا اذا جيت اضغط عليكم، كانوا يسكتوا بالاخر. بس بهالوقت هيدا طلعت الخبرية انه هو عمل رئيس جمهورية. الرئيس عون أكد بعد لقائه رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب أن لا وحدة للبنان من دون وحدة الجبل بشقيه المسيحي والدرزي. لا وحدة للبنان بدون وحدة الجبل، والجبل معروف على أنه هو درزي مسيحي، وهيدا مش للانتقاص من بقية مكونات الجبل ولكن لوصف حقيقة معينة. قبل ما يكون لبنان الكبير اللي بدنا نحتفل فيه السنة القادمة كان لبنان الجبل، كان لبنان الصغير، ولكن مده الحيوي زاد وكبر واستوعب كل مكونات لبنان. وهاب أكد من جهتي أن بين الدروز والمسيحيين مئات السنين من التحالف. فخامة الرئيس بين الدروز والمسيحيين مئات السنين من التحالف وسنوات قليلة من النزاع، فلنستعيد سنوات التحالف
وننسى سنوات النزاع والصراع، فالجبل لا ينهض إلا بتحالفنا. الوزير السابق ملحم الريشي سلم الرئيس عون دعوة للمشاركة في القداس الذي تقيمه القوات اللبنانية في ذكرى شهدائها في الأول من أيلول. وفي قصر بيت الدين، الوزير السابق ناجي البستيني سفيرة قبرص وسفير لبنان في غانا ماهر الخير. وزير الدفاع الياس أبو صعب أكد أنه أول من بادر إلى الدعوة لترسيم الحدود ومنع المعابر غير الشرعية، مشيرا إلى حملة تستهدف الجيش اللبناني ووزارة الدفاع، مشككا بما بثته بعض وسائل الإعلام حول التهريب. الهجوم مش على الجيش، على وزير الدفاع، وبتحملوا مسؤولية. أنا بدي أطلع أوقف على الحدود سكر كل هيدي المعابر؟ لا، أنتوا عارفين حالكم تماما على مين عم بتقوصوا، أنتوا عارفين حالكم تماما بمين عم بتشككوا. ما نتخبى وراء اصبعنا، وما حدا يفكر انه انا مضطر للحظه من اللحظات اتخبى وراء المؤسسه العسكريه لحتى اخفي شيء انا عامله. ابدا. انا هون لاتحمل كل شيء قبل ما تتحملوا المؤسسه العسكريه. ولدافع عنه، وانا رح اشرح لكم شو عملت المؤسسه العسكريه. بقى هيدا الموضوع بتمنى لحتى ما نضل نحكي فيه دائما. انا اول شيء اللي اطلقت ملف الحدود غير شرعيه. قبل ما تحكي فيه القوات اللبنانية بشهرين، أنا عملت أول زيارة ب 24/4/2019، تاني زيارة ب 30/4/2019 على الحدود الشمالية، وفي زيارة على الحدود الشرقية، في زيارة ب 8/6/2019، ومن هونيك صرحت من القصر بالتحديد على ضرورة العمل لإقفال كل المعابر. أنا لفت على مجلس الوزراء وقلت شو المهمات اللي عم بيقوم فيها الجيش، وانا اللي رحت لعند نائب جورج عدوان وشرحنا له عن الشغل اللي عم بيقوم فيه الجيش اللبناني. ما يجي حدا اليوم يقول هذا الملف بيهتموا فيه اللبنانيين هات لحتى نحن نتبناه ونقول نحن معركتنا هي معركة اقفال الحدود غير الشرعية، وشو يعمل كل شغلنا وجهدنا اللي نحن عم نشتغل فيه يدعس عليه ويطلع وكأنه هو البطل اللي عم بيطالب بهذا الملف. وزير الخارجية جبران باسيل زار الدمام مؤكدا التجاوب مع أي مبادرة بها يقوم البطريرك المروني مربشار بطرس الراعي لنوحد الموقف والكلمة ليكون من الصعب خرقهما، وبالتالي لنحافظ على الجبل والأرض والهوية وعلى الثقافة المتنوعة الموجودة في هذا البلد. وأكد باسيل على ضرورة المحافظة على الدستور والميثاقية، معربا عن اقتناعه بتوحيد الجهود والكلمة للمحافظة على هذا الميثاق. ونحن اكيد برعاية ضبطه مقتنعين ان نوحد الجهد ونوحد الكلمة ونكون اكتر من منفتحين واكتر من مدين الايد، هيدا واجبنا تكلنا سوا نكون بالموقف الصحيح بالحفاظ على هيدا الميثاق، وما يكون في عنا اي التباس على القليلة بالموقف الموحد بهالامور الكيانية. ونحن ما نجاوبين مع اي مبادرة بيقوم فيها سيدنا بهيدا المجال تنوحد الموقف ونوحد الكلمة، لأنه وقت اللي بيكونوا موحدين بعتقد من الصعب خرقون، وهيك منحافظ على هالجبل وعلى هالأرض وعلى هالهوية وعلى هالثقافة المنوعة يلي عنا إياها. نواصل نشاطنا من تلفزيون لبنان. بعد تداول بعض مواقع التواصل الاجتماعي خبرا يتعلق بإعادة العمل في تفعيل التجنيد الإلزامي اعتبارا من 1/11/2019، أكدت قيادة الجيش اللبناني أن لا صحة لهذا الخبر، ودعت القيادة في بيان هذه المواقع إلى توخي الدقة وعدم نشر أي معلومة أو أخبار تتعلق بالمؤسسة العسكرية قبل العودة إليها، كما دعت المواطنين إلى دخول الموقع الرسمي للجيش اللبناني على شبكة الإنترنت للحصول على المعلومات اللازمة الصحيحة.
النائب ميشيل موسى رأى أن المصالحات ضرورية لتهيئة الأجواء المناسبة للنهوض بالاقتصاد، والحوار المباشر بين الفرقاء ضروري لتحقيق هذا الهدف، كما دعا لتكثيف جلسات مجلس الوزراء لترجمة موازنة 2019 فعليا. هبة عياد. بعد توقف حكومة العمل عن العمل أكثر من 40 يوما على خلفية أزمة قبر شمون وما تبعها من مساع للمصالحة قبل عطلة عيدي الأضحى والسيدة العذراء لتمدد العطلة الحكومية، هل يستعيد النشاط الحكومي زخمه؟ وماذا يحمل معه الرئيس سعد الحريري من واشنطن من رسائل؟ فهل ستحط بثقلها على طاولة مجلس الوزراء؟ عضو كتلة التنمية وتحرير الوزير السابق نائب ميشيل موسى رأى أن المصالحات أساسية لتهيئة الأجواء للنهوض بالاقتصاد الذي يبقى في سلم الأولويات. في ضرورة اليوم أن مجلس الوزراء يكثف اجتماعاته، الجهد الأكبر هو جهد اقتصادي، من هيك يعني المناديات من الرئيس بغي طبعا فخامة الرئيس والفعاليات السياسية عم بينادوا بحل يعني طوارئ اقتصادية بالبلاد. طبعا وهذا الموضوع بحد ذاته يعزز الثقة، إن شاء الله أن يكون هالزيارة يعني مفيدة للبلاد، وأنه ما يكون في يعني ما تستدرج سجالات يعني سياسية بين الفرقاء، لأنه كل المناخات يعني الاقتصادية والاجتماعية في البلد اليوم مبنية على مناخ هدوء سياسي، وبالتالي مفترض انه يكون مجلس الوزراء هو المكان الجامع لكل الاراء السياسيه وغيرها من اراء. اما عن استكمال المصالحات ومبادره رئيس مجلس النواب نبيه بري لتقريب المسافات بين الاشتراكي وحزب الله، لابد من ان يكون هناك تواصل، ورئيس بري يعني بعده محطات كان يعني يعمل هذا التواصل بين الفرقاء المختلفين، مما هدأ الاجواء لفترات طويله من الزمن واتاح يعني إنتاجية أكبر بالعمل معه. وطبعا هو سوف ينكب على متابعة المصالحة اللي صارت، لأنه هذه الأمور بدها ترجمة فعلية. مصرع أن هناك ضرورة للعمل على موازنة العام 2020 والاستفادة من ثغرات موازنة العام 2019، فهناك مصلحة وطنية بذلك ومن ثم دولية، فالمجتمع الدولي ينظر إلى مدى جدية هذه الإصلاحات، وعلينا أن لا ننتظر الساعات الأخيرة لإقرار الموازنة المقبلة كي لا تكون مشحونة بخطوات غير مدروسة. أعلن وزير الصناعة وائل أبو فاعور انتهاء المرحلة الثانية من الكشف على مصانع الفئة الثالثة على ضفاف نهر الليطاني، مشيرا إلى أن النتيجة جاءت مشجعة بشكل كبير، كاشفا أن القرارات توزعت بين توجيه الإنذارات إلى المعامل أو حتى الإقفال المؤقت ريثما يتم استيفاء الشروط المطلوبة. 49 مؤسسة مطابقة للمواصفات، بمعنى أنه أنجزت كل ما طلب منها، و12 مؤسسة لم تلتزم بهذا الأمر، تم اتخاذ إجراءات بحق الإقفال اللي بتعرفوهن بالمرة السابقة. بالمرحلة الثانية هلأ اللي برجع بكرر، هي مرحلة وسطية بين المرحلة الأولى والثانية، يعني بمعنى في مؤسسات من الفئة الرابعة والخامسة والثالثة، في 17 مؤسسة مطابقة للمواصفات، بمعنى استوفى وركبوا وعملوا ركبوا محطات تكرير نفايات، عم نفحص مدى جدوى هذه المحطات. في 14 ما استوفوا ما عندهم أي إجراءات، وفي 3 من المرحلة الأولى اللي ما كانوا مستوفين أو مطابقين هلق ركبوا محطات، وعم ناخذ قرارات لإلهم بأنه يرجعوا يفتحوا. في مصانع مؤسسات صناعية مضطرين ناخذ قرار بإقفالها، لأنه حتى اللحظة بعدهم ما منهم مصدقين أنه الدولة جادة وتحديدا وزارة الصناعة في معالجة التلوث الصناعي على نهر الليطان. في مؤسسات راح يتوجه لها انذارات لانه استوفت بشكل جزئي مش بشكل كامل، وفي مصانع بده يرجع يصدر قرارات بفتحها، هي من المرحلة الاولى اللي ما كانت مطابقة او مستوفية للشروط، ركبوا محطات واستوفوا الشروط، وبالتالي نحن واجبنا تجاه هذه المؤسسات الصناعية انه نرجع نعيد فتحها. جولة مفاجئة لوزير المال علي حسن خليل في مرفأ بيروت، أكد خلالها أن لا خيمة فوق رأس أحد من الجمارك بعد اليوم، وحق الدولة للدولة فقط.
تحت عنوان شواهد نابضة افتتح السفير السعودي وليد بخاري معرض الذاكرة الدبلوماسية اللبنانية السعودية في بيت بيروت، وذلك لمناسبة اليوم العالمي للتصوير الفوتوغرافي. بخاري أكد أن جميع حكام السعودية وصولا إلى الملك سلمان أحبوا لبنان بمواهبه وطبيعته وإنجازات شعبه وحضارته وعيشه المشترك. بدوره وزير الإعلام جمال الجراح ممثلا رئيس الحكومة أشار إلى أن المملكة بكل مراحلها كانت دائما على نفس المستوى من الأخوة والحرص، وأمل أن تستمر هذه العلاقة التاريخية بين لبنان والسعودية وتتطور. اعتصام جامع للقطاع الإعلامي المكتوب والمرئي والمسموع بدعوة من نقابة المحررين للمطالبة بتحديث القوانين وضمان حقوق العاملين. والنقيب صيفي يؤكد لتلفزيون لبنان أن التحرك غير موجه ضد أحد. حوره وسيم عرابي. نظرا إلى الوضع المزري الذي وصل إليه قطاع الإعلام في لبنان بعدما كان رائدا في المنطقة، يتحضر الإعلاميون لتلبية دعوة نقابة محرري الصحافة في اعتصام يقام ظهر الثلاثاء في ساحة الشهداء. فما هو هدف هذا التحرك في البداية؟ نعيش في أزمة حقيقية، أزمة مصيرية، أزمة وجودية، لم يعد من الجائز الوقوف مكتوفي الأيدي حيالها، ونأمل أن يتقاطر الزملاء والزميلات إلى ساحة الشهداء لإطلاق صرخة الألم والوجع التي يشعر بها الجسم الصحافي والإعلامي بكل تفرعات. القصيفي أشار إلى أن اعتصام الثلاثاء ليس موجها ضد أحد، بل هو صرخة كي يتحمل مسؤول مسؤولياتهم تجاه الصحفيين والقطاع، متحدثا عن تشريعات ضرورية تحفظ حقوق العاملين فيه. هذا الأمر موجه للدولة، لأنه اليوم إحنا إطعنا إطاع صغير، يعني قد ما يكونوا الإعلاميين كتار من قد المهندسين والأطباء وغير قطاعات، وبالتالي أن الفئات العمرية عندهم عالية لأنه ما في تغيير دم بسهولة، بعدين ما عاد في صحفيين عم بيسافروا يشتغلوا بالخارج مثل قبل، معدل الأعمار مرتفع وبالتالي الكلفة عالية جدا، لا تستطيع أي نقابة ولا يستطيع أي صحافي أو إعلامي تحملها. لذلك لابد من مساهمة أساسية للدولة في صندوق التقاعد وصندوق التعاضد من أجل الإقلاع، على أن يتزامن ذلك مع قانون عصري يتيح لكل العاملين في الإعلام على كل مستوياته الانتساب إلى النيابة، بما يعزز دوره ويعزز عددها ويخليها بشكل فاعل أكثر. وعن اختلاف وجهات النظر مع نقابة الصحافة، تمنى القصيفي أن تكون النقابة بخط واحد حيال هذه الأزمة التي يعيشها القطاع الإعلامي اليوم. في الفقرة الاقتصادية قراءة للمحلل المالي الاقتصادي دكتور نسيب غبريل حول الوضع المالي، وكلام رئيس الجمهورية لوكالة رويترز حول مشاركته شخصيا بتنفيذ سلسلة من الإجراءات الاقتصادية والمالية التي اتفق عليها. ندى الحوت. اليوم رئيس الجمهورية قال لوكالة رويترز أنه سيشرف شخصيا على تنفيذ الخطة الاقتصادية وما ألذ إليه اجتماع بعبدة، وكمان يعني خلاصة لزيارة الرئيس الحريري إلى واشنطن. برأيك كيف سيطبق هذا الموضوع على الأرض، ويعني ما هي فوائد هذا الشيء على اللبناني للمواطن اللبناني؟ تصاريح الدعم للاستقرار الاقتصادي والمالي يلي سمعناه من مسؤولين بواشنطن، كان مسؤولين بالحكومة الأمريكية أو من البنك الدولي من خلال زيارة الرئيس الحريري إلى واشنطن، هي جادة جدا ومرحب فيها، ولكن المسؤولية توقع على اللبنانيين أنه سيادة حالهم لا يقدر المجتمع الدولي يساعدنا، يعني نحن لازم نبدأ بتطبيق إصلاحات جذرية وبالعمق، ونحسن مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال، ونرفع مستوى تنافسية الاقتصاد اللبناني ونخفض العجز بالموازنة. لا يقدر المجتمع الدولي إن كان مؤسسات مالية أو مؤسسات متعددة الأطراف أو حكومات تتبع هالخطوات المحلية. أما بالنسبة لتصريح فخامة الرئيس، أكيد فخامة الرئيس كثير جدي بهالموضوع، ولكن المواطن اللبناني بيشوف نتائج عملية على الأرض بتحسن من مستوى معيشته، بتخلق فرص عمل، بتؤدي إلى تراجع كلفة المعيشة بلبنان. المواطن اللبناني صار له سنوات بيسمع تصاريح ووعود، واليوم صار عنده شك وما حدا بيقدر يلوم المواطن اللبناني على هالشكوك، وبحاجة لشوف تدابير عملية على الأرض لتقدر
ارتفع سيئته وبالتالي ارتفع مستوى نفقاته وهذا اللي حرك العجلة الاقتصادية. كمان اليوم موسم السياحة يعني عم يحكى عن 25,000 سائح اجى على لبنان او زائر زار مطار رفيق الحريري واجى على لبنان، منهم مغتربين ومنهم كمان سواح. لا واضح الارقام على القطاع السياحي جيد جدا بالصيفية بالموسم الاصطيافي، عم نشوف ارتفاع بنسبة الحجوزات بالفنادق واستخدام الفنادق مثلا بحزيران رجع مثلا وصل ل 77% مقارنة مع 61% بحزيران 2018. عم نشوف مثلا مؤشر الشركات اللي بتأجر سيارات أجر كل سياراتها تقريبا صيفية. مزيد من الأخبار المحلية في هذا التقرير. دعا وزير المال علي حسن خليل إلى إعلان حالة طوارئ سياسية واقتصادية وبالمفهوم الإيجابي لحالة الطوارئ، بما يطمئن الناس بأن هناك مؤسسات قادرة على مقاربة كل الملفات المتصلة بأمنهم الاجتماعي والاقتصادي والبيئي، لافتا إلى أن اللقاء الاقتصادي والمالي الذي التأم في بعبدة أفضى إلى التفاهم على ورقة اقتصادية. كلام خليل جاء خلال رعايته حفل تكريم دفعة الإمام السيد موسى الصدر للطلاب الناجحين في الشهادات الجامعية والرسمية في الغازية. وزيرة الداخلية والبلديات رجاء الحسن التقت وفدا من جمعيات النسائية اللبنانية استمعت منهم إلى مطالبهم خصوصا تلك المتعلقة بحقوق المرأة والطفل. عرض وزير الدفاع الياس بوصعب الأوضاع العامة وتطورات الرهينة مع النائب فيصل كرامي وبصورة خاصة أوضاع مدينة طرابلس. شدد أمين عام تيار المستقبل أحمد الحريري خلال زيارته مقر بلدية طرابلس مهنئا على ضرورة الاستفادة من التوافق السياسي في طرابلس ولبنان لدفع مشاريع المدينة إلى الأمام، مؤكدا حرص تيار المستقبل على دعم المجلس البلدي برئاسة الدكتور يمق. أما أبو علي خريس خلال افتتاح مخيم رابطة خارجي مؤسسة جبل عمل شدد على أهمية المقاومة في لبنان في وجه العدو الإسرائيلي، مذكرا بشهداء المقاومة الذين رفضوا أن نبقى مكتوفي الأيدي أمام العدو فانطلقت المقاومة من مؤسسة جبل عمل المهنية. رعى نواب تكتل بعلبك الهرمل وضع حجر أساس لمدينة شمستار، وتناول النائبان غازي زعيتر وعلي المقداد الشؤون الإنمائية للمنطقة ومسألة الصرف الصحي. زعيتر تطرق إلى مسألة مجلس الخدمة المدنية مؤكدا الذهاب إلى مناقشات قريبا في هذا الخصوص. نفذ أهالي الطلاب الذين تمت إعادة النظر باحتساب علاماتهم ورسبوا في شهادة رسمية اعتصاما أمام وزارة التربية اليوم، مطالبين وزير التربية بتحمل المسؤولية ومنح علامات إضافية تتيح نجاح من سبق، وأعلن أنهم نجحوا قبل إعادة النظر بالأخطاء التي وقعت في التصحيح. الأهالي قطعوا الطريق أمام اليونسكو لبعض الوقت قبل أن تتخذ القوى الأمنية إجراءات وتعمل على فتحها. لليوم الرابع على التوالي يستمر أهالي المني والبداوي ودير عمار في اعتصامهم أمام معمل دير عمار الحراري اعتراضا على التقنين القاسي في التيار الكهربائي وعدم التزام وزارة الطاقة بالاتفاق المنصوص سابقا بتأمين الكهرباء 20 مقابل 24 ساعة للمناطق المتضررة بيئيا نظرا لوجود المعمل في محيطها. وصعد المعتصمون حيث قطعوا الطريق العام وأغلقوا أبواب الشركة نهائيا ونصبوا الخيم ومنعوا العمال والموظفين من الدخول إلى المعمل. أثارت تغريدة للفنانة إليسا عن نيتها الاعتزال عاصفة من التعليقات التي تباينت بين غير مصدق للخبر ومن يدعوها بإلحاح للعدول عن القرار ومن يتمنى لها التوفيق بعيدا عن مجال الفن. إليسا كتبت على حسابها أنها تجهز لألبومها الجديد الذي سيكون آخر ألبوم تصدره في مشوارها الفني. وعزت إليسا قرار الاعتزال إلى تردي الوضع في المجال الفني الذي شبهته بالمافيا، مشيرة إلى أنها لا تستطيع أن تنتج المزيد من الأعمال في مثل هذه الأجواء. أحييكم من جديد للأخبار الدولية. آليات تركية دخلت إدلب في سوريا لمساعدة مقاتلي المعارضة من التقدم، وغارات جوية استهدفت مواقع قربها، وبوتين يعلن أن الجماعات المسلحة زادت من رقعة سيطرتها في إدلب. استهدفت غارات جوية مواقع قرب آليات عسكرية تركية شمال غرب سوريا، ومن جانبها أعلنت وزارة الدفاع التركية عن مقتل 3 مدنيين وإصابة 12 بقصف جوي على قافلة تركية في سوريا.
وقالت الوزارة إن القافلة كانت متجهة إلى موقع مراقبة في إدلب وقت تعرضها للقصف. وشددت الوزارة على أن استهداف القافلة يخالف الاتفاقات والتعاون مع روسيا. كما أكد المرصد السوري أن رتلا عسكريا مدعوما من تركيا يعمل على إنشاء نقطة في محيط خان شيخون في ريف إدلب الجنوبي. وأشارت وسائل إعلام تابعة للمعارضة إلى أن التعزيزات العسكرية التركية ستتجه إلى ريف إدلب الجنوبي، وأن الرتل العسكري سينشئ نقطة في محيط مدينة خان شيخون. من جهة أخرى ندد نظام الأسد بدخول الرتل العسكري إلى جنوب محافظة إدلب. خدت دخول قوات النظام أطراف مدينة خان شيخون الشمالية الغربية في المنطقة. الناقلة الإيرانية تبحر إلى اليونان، وظريف يربط القرار الأمريكي بدوافع سياسية ويقول إن إيران ليست مهتمة بإجراء محادثات مع واشنطن. تبحر ناقلة النفط الإيرانية التي كانت محور أزمة بين طهران والغرب باتجاه اليونان بعد مغادرتها جبل طارق، في حين حذرت إيران من مغبة أي تحرك أمريكي لاحتجاز الناقلة بعد رفض المنطقة التابعة لبريطانيا طلبا أمريكيا باحتجازها لفترة أطول. وقالت وزارة الخارجية الإيرانية إن أي محاولة أمريكية لاحتجاز ناقلة النفط سيكون لها عواقب وخيمة. وقال حشمة الله فلاحت بشا العضو في لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، حتى تصل ناقلة النفط الإيرانية إلى وجهتها ينبغي على بريطانيا المساعدة في إنهاء الأزمة لأنها تتحمل المسؤولية الرئيسية. وغادرت ناقلة النفط الإيرانية التي تغير اسمها إلى أدريان داريا 1 بعدما كان غريس 1 جبل طارق قبل منتصف الليلة الفائتة، وأظهرت بيانات أن الناقلة تتجه إلى كالاماتا في اليونان. وانتهى احتجاز الناقلة الأسبوع الماضي، لكن محكمة اتحادية في واشنطن أصدرت أمرا باحتجاز الناقلة والنفط الذي تنقله وقرابة مليون دولار. وذكرت إدارة منطقة جبل طارق أنها لن تمتثل لهذا الطلب لأنها ملتزمة بقانون الاتحاد الأوروبي. إلى هنا تنتهي نشرتنا نبيل، وأنا نشكر لكم حسن المتابعة. الملتقى يتجدد في تمام الساعة 11:30. إلى اللقاء.